بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الفقرة من قواعد اللغة الفرنسية غرامير. طبعا كنا قد رأينا في إحدى الفقرات لي تيب دو فراز، كما نقول أنواع الجمل. هنا ديجا في كيل إكزيست كاتر تيب دو فراز، رأينا بأنه يوجد أربعة أنواع من الجمل: لا فراز ديكلاراتيف، الجملة الإخبارية، إذا نتكلم على واحد الجملة كي سير التي تصلح، طبعا نتكلم على لو فيرب سيرفير، ا انونسي أنك تخبر، رابورتي ان في أنك تأتي بحدث، اون إيدي أو تأتي بفكرة، ال سو تيرمين باغ ان بوان، إذا هي تنتهي بنقطة. نقول مثلا أجوردوي إل أ بلو توت لا جورني، اليوم إل أ بلو. Aujourd'hui, اليوم, il a plu. طبعا عندنا لو فيرب بلوفوار فعل امطر. il a plu كما نقول ان امطرت، المقصود ان الجو امطر. toute la journée كل اليوم، اذا اليوم هي صبات النهار كله، تنتكلموا على الشتاء. aujourd'hui, il a plu toute la journée. كاين جمله اخرى ثانيه كما راينا، la phrase interrogative، إذا نتكلم على الجملة الاستفهامية التي يكون فيها السؤال، qui permet de poser une question، التي تمكن من طرح سؤال. qui permet، عندنا le verbe permettre، de poser، من طرح، une question، سؤال. elle se termine par un point d'interrogation، elle se termine par un point d'interrogation، هي تنتهي بنقطة استفهام. كيل أجاتي، أي سن عندك؟ كيل أجاتي، كيل أج أتي، أي سن عندك؟ ثم عندنا الجملة الثالثة، لا فراز إكسكلاماتيف، إذا نتكلم على الجملة التعجبية، كي بيرمي ديكسبريمي أن سنتيمون comme la surprise, la joie, la peur. إذن لو تخوازيام تيب دو فراز، النوع الثاني من الجمل، سي لا فراز إكسكلاماتيف، إذن نتكلم عن الجملة التعجبية، كي بيرمي ديكسبريمي أن سنتيمون، التي تمكن من التعبير عن إحساس، كوم لا سيربريز كالمفاجأة، لا جوا لا بور، لا جوا لا بور، ثم الفرحة أو الفرح، ثم الخوف. Elle se termine par un point d'exclamation. Elle se termine par un point d'exclamation. إذن هي تنتهي بنقطة التعجب. Quelle belle journée nous avons passé. أي يوم جميل نحن أمضينا. أي يوم جميل نحن أمضينا. Quelle belle journée nous avons passé. ثم et enfin on a déjà vu le quatrième type de phrase، واخيرا راينا اخر نوع من الجمله، la phrase impérative، الجمله الامريه، qui permet de donner un ordre، التي تمكن من اعطاء امر، un conseil او اعطاء نصيحه. elle se termine soit par un point، ثم انها تنتهي يا إما بنقطة، سوا بار أن بوان ديكسكلاماسيون، يا إما أنها تنتهي بنقطة أو تنتهي بنقطة تعجب. نكور باسي فيت، لا تجري بسرعة كبيرة، لا تجري هكذا بسرعة كبيرة. نكور باسي فيت، طبعا هادو لي تيب دو فراز، هادو أنواع الجملة. كما قلنا إليا لا فراز ديكلاراتيف، ensuite on a la phrase interrogative, après on a la phrase exclamative et enfin la phrase impérative. هادو لي تيب دو فراز، هادو انواع الجمل. لكن ايضا راينا فيما سبق لي فورم دو لا فراز، راينا اشكال الجمل ماشي انواع الجمل. ملي تنتكلموا على لي تيب دو فراز، بحال تنتكلموا على المعنى
لتتأدي الجملة. واش يبغى تأدي واحد المعنى إخباري عرض لحادات، أو بغى تأدي معنى ديال سؤال، أو بغى تأدي معنى ديال تعبير عن الإحساس بالتعجب أو بالمفاجأة، أو بغى تأدي معنى ديال الأمر أو النصيحة. هنا تنتكلموا على لي تيب دو فخاز، أما هنا فنتكلم عن لي فورم دو لا فخاز، أشكال الجملة. الجملة تتخذ واحد الشكل معين. طبعا رأينا فيما سبق إلي إكزيست، رأينا نوعين طبعا، لكن هي في الحقيقة توجد منها عدة. إلي إكزيست بليزيور فورم دو فخاز، إذا توجد عدة أشكال للجمل. كما رأينا فيما سبق لا فورم أفيرماتيف كي بيرمي دو غولاتي أن في. إذا نتكلم عن كما نقول الشكل الإثباتي، تنقول بأن هذه الحاجة وقعت، عكس ديال هذه الحاجة ما وقعتش، يعني تنتكلم فقط على الشكل ديال الجملة. لا فورم أفيرماتيف نتكلم عن الشكل الإثباتي كما نقول كي بيرمي دو غولاتي أن في، الذي يمكن من حكاية فعل أن إيفينمون أو حدث كي سي باسي. كي سي باسي الذي وقع. نقول مثلا جو سوي أغيفي طو سو ماتان، أنا وصلت باكرا هذا الصباح. طبعا عكسها، عكس هاد لا فورم هادي، هي لا فورم نيجاتيف، يعني نتكلم عن الشكل النافي. الشكل النافي تنتكلم على واحد الشكل اللي فيه النفي، تنتكلم على واحد الشكل ما فيهش النفي لا فورم افيرماتيف، ونتكلم عن شكل اخر فيه النفي لا فورم نيجاتيف كي بيرمي دو دير كو كيلكو شوز نو سي با باسي. اذا هو يمكن من القول بان شيئا ما لم يحدث. لو فيرب ايت الوغ انكادري بار نو با نو بلو نو جامي اتسيتيرا. اذا الفعل في هذه الحاله ايت الوغ هو حينئذ انكادري، انه يؤطر. شنو يؤطر؟ الفعل تيجي قبل منه ومن بعد منه. شنو تيجي قبل منه وبعد منه؟ تتجي قبل منه نو، ثم بعد منه تتجي اما با او بلو او جامي او غير الى غير ذلك اتسيتيرا. اذا تنتكلم على واحد الشكل ديال الجمله اللي تيكون فيها الفعل مؤطر بهاد نو با نو بلو نو جامي نو غير اتسيتيرا، يعني ان الجمله تفيد النفي. نقول مثلا جو نو سوي جامي الي اون المان، جو نو سوي جامي الي اون المان، انا لم اذهب البتة الى المانيا. ممكن نقول مثلا جو نو سوي با الي اون المان، انا لم اذهب الى المانيا. لكن عندما نقول جو نو سوي جامي، يعني انني انفي قطعا الذهاب الى المانيا. جو نو سوي جامي الي اون المان. كاين شكل اخر لم نتطرق له فيما سبق وهو موضوعنا هنا، لا فورم اكتيف. لا فورم اكتيف، لا فورم اكتيف كما نتكلم عن شكل نشيط. لورسكو لو سوجي في لاكسيون، عندما يكون الفاعل قام بالفعل. ملي تيكون الفاعل هو اللي قام بالفعل، ماشي الفاعل تقام عليه الفعل. اذا في هذه الحاله نتكلم عن لا فورم اكتيف. طبعا هذا تيقابلو في اللغه العربيه المبني للمعلوم، كما نقول في اللغه العربيه المبني للمعلوم. اذا هاد الصيغه تدخل في لي فورم دو لا فراز. لي فورم دو لا فراز لورسكو لو سوجي في لاكسيون، عندما يكون الفاعل يقوم بالفعل. نقول مثلا لو شا مونج لا سوري، لو شا مونج لا سوري، اذا القط ياكل الفاره، ياكل الفاره. طبعا عكسها هي لا فورم باسيف اللي غنشوفو بعد منها. مثلا في هذا المثال ممكن نقول لا سوري اي مونجي بار لو شا، لا سوري اي مونجي بار لو شا. اذا هنا تنتكلموا على
لا فورم باسيف، يعني الفاعل اللي هو لا سوري في هذه الحاله هو اللي حدث عليه الفعل. اذا هنا تنتكلموا على لا فورم باسيف كما سنرى. لا فورم باسيف لورسك لو سوجي سوبي لاكسيون. اذا لا فورم باسيف، اذا كما نتكلم عن المبني للمجهول هنا نقول لا فورم باسيف، كما نقول الشكل السلبي تقريبا، ولكن طبعا يقابله في اللغة العربية طبعا يقابله المعنى المعروف المبني للمجهول، أن الفاعل يقع عليه الفعل. لا فورم باسيف لورسكو لو سوجي، عندما الفاعل سوبي. سوبي طبعا عندنا هنا لو فيرب سوبيغ، يعني أنك تتلقى أو يحدث لك، أنك تتلقى. لاكسيون تتلقى الحدث، يعني أن الحدث توقع لك، كما قلنا هنا لا سوري اي مانجي باغ لو شا. لا سوري اي مانجي باغ لو شا، إذن الفأرة أكلت من طرف القط. ثم لا فورم امبيرسونيل، هناك شكل آخر للجملة، نقول لا فورم امبيرسونيل أن الضمير ما ترجعش على واحد الشخص أو على واحد الشيء، هذاك الضمير فقط نقوله هكذا. سنرى مثالا، سنرى ذلك. لا فورم امبيرسونيل لورسكو لو سوجي، عندما يكون الفاعل ايت ان برونو امبيرسونيل، عندما يكون الفاعل هو واحد الضمير امبيرسونيل غير متعلق بشخص أو بشيء. كي نو بريزونت ريان، الذي لا يمثل أي شيء، ني بيرسون دو بريسي، ولا يمثل أي شخص محدد. نقول مثلا إل نو فو با فيمي دون لي ليو بيبليك، لاحظ هنا لا يتوجب التدخين دون لي ليو بيبليك، في الأماكن العامة. كما تنشوفوا هاد إيل على متى تعود، هو لا يتوجب، شكون هو هذا اللي لا يتوجب؟ شكون هو هاد لا يتوجب؟ هو كلام فقط نقوله هكذا لا يتوجب، ولكن عنده واحد المعنى بأنه ممنوع، كما نقول بأن الأمر ممنوع، بأن الأمر لا يجب أن يكون. إذن إل نو فو با، إذن عندنا هاد إيل، إلا شفنا هاد إيل غنقولوا بأنها تترجع ليه هو، ولكن شكون هو؟ يعني فقط هو كلام، فقط هو ضمير تنجيبوه باش نكملوا به الجملة. Il ne faut pas fumer. لا يتوجب التدخين dans les lieux publics، في الأماكن العامة. أو كما رأينا قبل قليل مثلا il pleut et la pluie toute la journée، كما نقول هو أمطر، شكون اللي هو أمطر؟ نتكلم على الجو. إذن هاد il، هاد il ممكن نعتبرها برونو امبيرسونيل، ممكن نقول عنه بأنه ضمير غير شخصي. Il ne faut pas fumer dans les lieux publics. طبعا عموما une phrase combine ensuite type et form. إذن طبعا ممكن نجد جملة ليست فقط أنها تتعتمد فقط على لو تيب، على النوع، كما رأينا في البداية أن تعتمد فقط على لا فورم، على الشكل. إذن عموما الجملة تجمع بين هاد الأمرين، بين النوعية وبين الشكل. إذن elle peut être par exemple déclarative، إذن ممكن أن تكون déclarative، أن إخبارية، affirmative يعني ما فيهاش النفي، تكون إخبارية وما فيهاش النفي، كما نقول أن إثباتية، et passive وتكون مبنية للمجهول. شوف تجمع بين هاد الأمور كلها، هاد الشيء كله في جملة واحدة ممكن يحدث هذا. اكزامبل كمثال لا ميزون ايتي ديتخويت، لاحظ هنا بان المنزل هو الذي حطم. اذا ما معنى هذا؟ هذه لا فورم باسيف، سي لا فورم باسيف، كما نقول المبني للمجهول هنا لا ميزون ايتي ديتخويت، اذا المنزل انه حطم. حطم بمن؟ حطم من طرف من؟ باغ لي بومباردومون، باغ لي بومباردومون، انه حطم
بالتفجيرات أو حطيمة بالقصف أو بالتفجير. إذن كما تلاحظوا عندنا جملة إخبارية لا ميزون ا ايتي ديتخويت باغ لي بومباردومون من طرف التفجيرات أو القصف. إذن هي ديكلاراتيف، هي افيرماتيف لأن ما عندناش النفي، ما عندناش هنا لا ميزون نا با ايتي ديتخويت يعني أنه منفي، بل عندنا لا ميزون ا ايتي ديتخويت. إذا نتكلم عن جملة إثباتية باغ لي بومباردومون. إذا عندنا هذه الجملة هي ديكلاراتيف افيرماتيف اي باسيف، اي باسيف. وممكن نجد جملة تجمع بين الحالات الأخرى اللي شفنا. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.